بسم الله الرحمن الرحيم. ثوار النجف بعد كم يوم هدأنا وقعدنا وسكتنا. هذا رئيس وزراء محمد علاوي رافضينه من ريده، وهاي باب المطار ذول الثوار، وهذا مطار النجف انغلق، باعوه من ريد من الاحزاب من الميليشيات، ويريد واحد وطني لا تظلون تلفون وتديرون. هاي ثوار النجف، هذا شارع المطار، ويعني يم المطار، هاي فلكة المطار، مطار نسيت الرحلات توقف. ابو حيدر فتك لهم شغله، خلي عندكم كرامه، خلي عندكم كرامه، حتى المخبل طلع عليكم، حتى المخبل طلع عليكم وما يردكم، خلوا كرامه عندكم.